جلبت صور ثلاثي البرلمانيين على حلوى افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس أمس الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات صاخرة. وفي الوقت الذي ظهر عدة موظفين بالبرلمان يقومون بنقل أكياس الحلوى لسيارة البرلمانيين المركونة بالبوابة الخلفية للبرلمان بأوامر منهم، فإن المغاربة عبروا عن سخريتهم بطريقتهم الخاصة معتبرين هذه التصرفات تعبير واضح القمة الانتهازية بعد الخطاب الملكي الذي دعاهم إلى جدية ونكران الذات لإنجاح الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس. وتبادل الفيسبوكيون المغاربة صور نقل الحلوى في أكياس بلاستيكية من داخل البرلمان مباشرة بعد مغادرة الملك للبرلمان عقب إلقاء الخطاب التاريخي حول دورة البرلمانيين وتكليفه للجنة من أجل إعداد تصور نهائي حول النموذج التنموي الجديد للمملكة. الصور شكلت مادة خصبة لسخرية المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.